اهلا بيكم في فيديو جديد وتجربه مطعم كلامز اند كلاوز. انا رحت الفرع اللي في التجمع والمكان كان هادي ونظيف والاستاف كانوا كويسين قوي ومرحبين وبيساعدوك في الاختيارات. دي اول مره اجرب المطعم وهو مشهور بالسي فود وبيعمله بشكل مختلف في كيس حراري وبيبقى جوه الكيس التتبيله وكل حاجه بتستوي مع بعض وبتختار المكونات براحتكم. ممكن يكون اكتر من نوع مع بعض زي الجمبري والكابوريا وبلح البحر والاستاكوزا او كل حاجه لوحدها وتختار الصوص اللي بيتحط عليها ودرجه السبايسي. انا جبت جمبري بصوص المكان اسمه كلامز اند كلاوز صوص وبلح البحر بصوص جارليك باتر وطلبت دايناميت شريم وده جمبري مقلي عليه صوص الدايناميت وجبت باستا تشيكن اند شريم. قبل ما الاكل ينزل بيفرش الترابيزه وبيديك المريله اللي المفروض بتلبسها عشان نلغوص براحتنا، وللاسف انا لبستها غلط في الاول ما كنتش اعرف انها بتتفتح اكتر من كده، وبعد كده لبستها صح بس كانت اتقطعت. A few moments later. حاسس ان في حاجه غلط بس شايف الوجع. اول حاجه نزلت كانت الدايناميت شريمب، كان حلو قوي عجبني جدا، كان مقرمش والجمبري طعمه حلو وصوص الدايناميت كان سبايسي ومسكر، فاللي ما بيحبش الحاجات المسكره في الاكل ممكن ما يعجبوش قوي الصوص ده، بس انا عجبني قوي وكان حلو جدا. وبعد كده جابوا الجمبري وبلح البحر والبسط وبيبقى الشو حلو قوي، بيبقى جايب الكيس الحراري اللي فيه الاكل في الجردل ده وبيفضل يخلطه كده ويميكسه عشان التتبيلة تدخل في الاكل كويس. الباستا كانت حلوه وعجبتني، الصوص نفسه كان مختلف وحلو وجديد وميكس الفراخ والجمبري كانوا حلوين ولايقين على بعض وبشكل عام كانت حلوه. بلح البحر برضو كان حلو ولكن حسيته الصوص كان قليل فيه والطعم ما كانش قوي، او ممكن ما كانش ذوقي، حسيت ان هو لو بليمون كان هيبقى احلى بس كان حلو برضو. الجمبري التتبيله كانت حلوه وطعم الجمبري نفسه كان حلو قوي، بس حسيته ما كانش فريش، كان بيتقشر بصعوبه والقشر كان لازق في الجمبري، بس كان الطعم حلو والصوص حلو، حتى هتلاحظوا انا بقشره والقشر بيطلع بصعوبه. في النهايه المطعم حلو ومختلف فعلا، بس ما انبهرتش قوي، كنت حاسس انه هيكون اقوى من كده،
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تقولوا لي رايكم وتعملوا لي لايك واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد.